يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي. مشاهدينا الكرام، موعد آخر وليس أخير على قناة الهداف وحصتكم حصة إيكاف في موسمها الرابع. حصة اليوم تشهد مباراة الحسم والفصل في الربع النهائي الثاني اللي يجمع بين فريق وهران وفريق سطيف. شخصيا أنا جد متوتر ونحن عمل تحت الضغط لأنه راح نبدأ أحد الفريقين، فما بالك بأنيس من سطيف وحسام من وهران اللي راح يتفضلوا الآن باش نشوفوا حالتهم تحت تصفيقات الجمهور الحاضر معنا. حسام الوهران، مرحبا مجددا. الله يسلمك. ما يوم يتكملوا يا تودعوا ان شاء الله. ما نكملوا ما نودعوش ان شاء الله. نكملوا ما نودعوش ان شاء الله. ما نودعوش نكملوا ان شاء الله. ما نودعوش ونكملوا ان شاء الله باذن الله. On va jouer le match de suivant contre les troisième adversaire تاع l'équipe de Sétif. ان شاء الله on va essayer de gagner malgré la défaite تاع خويا الصغير في le deuxième match, mais ان شاء الله avec une pression de plus. Mais inchallah on va essayer de gagner, de faire des tactiques les nejmou yselkouna fi le troisième match. Oussam, nta akhir fursa lina w ndirou fik confiance w inchallah terbah le match. Anis, qelb ra yakhbat w la blaqa? Bien bon. Ak wajed. Bon, donc ana عندي match wa3r chouya w la pression w kol ay tma sur moi ana puis que c'est le dernier match. و فيكتوار ان شاء الله سينو نروحوا. انس هيا كيما قلت لك، كيما صارت الاولى مع اكرم ربح حتى ثاني رايح تربح، انا متكلين عليك و افون ياك نيميرو 10 دو ما تيم. حبك بلي انت ضغط عليه خاطر بلوكا ما كثر مزيان ماتش حتى انت عليك الضغط راك تلعب بيان برك ميش ضغط انا وعليا الضغط زعما جاني دونك راكم واجدين في زوج ان شاء الله باك تو باك. Par rapport à mon adversaire, je ne connais pas son jeu. On a misé sur une stratégie, le jeu qu'elle a été pour de geler l'adversaire. On a voulu gagner les deux matchs avant, mais ce n'était pas le cas. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, on va gagner. Les amis, les deux, ils ont été comme on a le meilleur joueur de l'équipe. Inch'Allah, on va gagner. أنا واش خيرت اليوم؟ الريال كيما هذاك النهار. ولا تكتيك؟ كات أن دو أن دو. حسام؟ ليفربول تكتيك 4 3 3 ريزيرفي. إن شاء الله. أنا هذه ما نفهمهاش 4 3 3 ريزيرفي. صافي دير. كاين تلعب بالحشمة؟ لا لا ماشي حشمة، كاين سوا تلعب أوفونسيف كيما لعب عصمت، سوا لعب ديفونسيف كيما لعب أنا ريزيرفي. أون إيكيب كي أتاك با يعني. يعطيك الصحة حسام. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا الكرام. لقاء ليس ككل اللقاءات، لقاء اليوم هو لقاء الفصل، الماتش براج بين ليفربول وهران ومدريد سطيف، بين بنين الفوارة وبنين بلاس دارب. اليوم لي من باش نقول على طريقة الدراجي قول 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 قول، ولي من باش نقول على طريقة رؤوف الخليف واحد يوزع والثاني يودع، ولي من باش نقول على طريقة يوسف سيف وتحية كبيرة للمخرج اوه، ولي من باش نقول على طريقتي وطريقة عصام الشوالي. مش ممكن على الكورة لما تحبك، ومش ممكن على الكورة لما تضيع ظهرك، مش ممكن. الكرة الآن ليفربول، ليفربول وهران. يلا يا ليفربول، يلا يا ليفربول، الأول جاي الأول جاي. مش ممكن، ماذا ضيع ماذا ضيع ليفربول؟ ولي من باش نقول على طريقة فهد العتيبي يا إلهي كواهم. الكرة الآن عند راموس، راموس وغاريث بيل. كرة
نزار، هدي نزار والريال حاضر بقوة، الريال وستيفي أنس. مجنونك اليوم أنس، أنس باش يجني، والكرة ليفربول، وهران، وهران ما ضيعت، ستيف الآن، توني كروس، توني كروس وزار، هادي نزار، لخا البراج، لخا الحسم، لخا، لخا في خطوة ل 150 مليون، في خطوة ل 150 مليون. موت ليفربول، مباراة ليس ككل مباريات، مباراة يتجند لها طاقم التقليد. حيوه خلف الكواليس. كورة الآن مودريتش، كازيميرو، توني كروس، غاريث بيل، غاريث بيل، الريال، الريال ماذا ضيع؟ ماذا ضيع الريال؟ لوكا مودريتش أفضل في العالم لعام 2019 أو 2018 عفوا، اللاعب الكرواتي وسيط كأس العالم في 2018. الكرة ساديو ماني، ساديو ماني أشهر راجل في السنغال، ماني كل السنغال تحبه وكل وهران تحبه. كورتو ما يحبش، كورتو ما يحبش، تفوق أول صريح من وهران. الجمهور حاضر بقوة، عنده الحق يحضر. مباراة الحزم، مباراة الفصل، مباراة ب 150 مليون. الكرة صلاح، ليفربول، فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك، غوميز، غوميز تأخر كبير من ليفربول. ماذا يفعل غوميز؟ ماذا يفعل غوميز؟ الآن فينيسيوس جونيور، فينيسيوس، كازيميرو، كازيميرو الآن، كازيميرو الآن، ماذا يفعل كازيميرو؟ كرة جميلة، هازارد الأول جاي، ماذا ضيع أنس؟ يشتكي أنس وزملائه. حسام أكبادي أنس، حسام روبرتو فيرمينو، صلاح يطلب الكرة، صلاح، أبو صلاح، صلاح الأول جاي، مش ممكن يا صلاح، مش ممكن، مش ممكن، ماذا يفعل؟ ماذا ضيع؟ ماذا ضيع؟ يريد التوديع، يريد التضييع، صلاح ضيع على وهران فرصة، فرصة فتح باب التسجيل، الكرة لفينيسيوس، فينيسيوس وغيرت بيه، ماذا الآن؟ النفاذ الويلزي، الأول جاي، الأول جاي، يبدع، يبدع ويمتع، يبدع ويمتع، كرات ضايع ضايع. جرب مع الاول صح خفت شوي شويه بويسك سي لو ديرني ماتش ولازم فيكتوار برك. ومن بعد اون فوا هشيت في الماتش في ال 15 مينوت الاولى والله وكي درت شونجمون رابيد هذاك الساعه كي خرج بنزيما ودخل فينيسيوس ثم صاي. مباراة حقيقة ممتعة، ممتعة لهكذا مباريات، لهكذا مباريات صممت هذه الحصة، لهكذا مباريات صممت هذه الحصة، ولهكذا مباريات نسهر من أجل متاعكم بأجمل صوت وأبهى صورة على حصتكم، حصة الكوب وعبر قناتكم، قناتكم المفضلة قناة الهداف. كورة فيرجيل فان دايك، فاينالدوم الآن، فيرجيل فان دايك الآن، نقترب نهاية الشوط الأول، خايفين أنس وحسام خايفين، بالحق عليهم يخافوا، حتى أنا خايف، حتى الجمهور خايف، الكل خايف لأن مباراة الحسم، كورة لندرسون ليست مباراة الدور الأول، إنها الربع النهائي يا سادة، نصف نهائي، نصف نهائي يلعب، نصف نهائي يلعب، ماذا ضيع ليفربول؟ ضربة جزاء لا، نهاية الشوط الأول، مشاهدينا الكرام نحن نلتقي معكم مع بداية الشوط الثاني. خلصت لا بخوميير ميطون، شفت الجو تاع لادفيرسير تاعي، لقيت شوية فاي في الجو تاعو. وحبيت تما ركز غير على لي بوين فابل تاعو هو في لا ديفونس وما حب ومانيش راح ندير شونجمون والله باسكو لي جوار تاعي ما عاجبين. Alors personnellement j'ai été surpris par le niveau de jeu de mon adversaire. Je m'attendais pas à ce niveau. J'ai donné mon maximum, j'ai essayé des stratégies, j'ai essayé des contre-attaques, mais ça n'a pas marché. Inch'Allah, la deuxième mi-temps, je vais donner encore plus au Ferrari. عودة إلى مجريات الشوط الثاني، عودة إلى أحداث اللقاء. لمن سنقول إلى اللقاء؟ لمن سنقول جود باي؟ لمن سنقول مع السلامة؟ سلمى يا سلامة ومع السلامة لمن ستقال؟ لليفربول أم للريال؟ الكرة ليفربول الآن، فابينو، صلاح، صلاح الآن، صلاح، نوفل، نوفل قائد الفريق،
راك خايف اكثر من حسام؟ لا مانيش خايف، حسام دير فيه كونفيونس ان شاء الله يربح المباراه. راه غايب راه خير راه مليح. الله امير كره الرياض الرياض الاول. حسيت شويه باللي جوي اون بوين دو فورس جور جو سوي اون فورس كي ماركيت البرومي بوت و جو مي سوي دي باللي ما لازمش يماركي لي حتى نزيد دوزيام بوت والله باش نكون لاز. سوء الحظ تاعنا تاعي جي اونكيسي ان بوت مالوغوزمون سيتي كونتر لا استراتيجي كونتر لو جو. معليش جو فيي سيي دو دوني انكور بلوس فور ايغاليزي ميم بور ماركي ان اوتر ان بوت لي بالك ان شاء الله يرد لي ليسبوار. جو با لاشي ان شاء الله وفيها خير. امير على انغام امير على انغام الزوجه مالاش ملاح غير انت اللي خسرت واغني هذيك هي تخسر باش هما يدخلوا اون فورس ويربحوا. ميرسي امير. لمن سيغادر من سيغادر الليلة؟ سطيف من الحمراوة كورة الآن الحمراوة ليفربول ليفربول الحمراوة كورة ليفربول ليفربول ساديو ماني ساديو ماني الآن ماني الآن ماني الآن الحمراوة الآن الحمراوة الآن مليحة مليحة 55 الكورتوا سطيف الأبيض بلون الملكي لون السلام لم يكن يوما لونا للاستسلام بل هو لون السلام لون للأبي بيس الآن أزار أزار الثاني جاي الثاني جاي يلا يا وهران يلا يا ولاد الباهية يلا يا ولاد الباهية بهون الليلة بهون الليلة أبناء عين الفوارة سطيف الغالية أبناء الهضاب العليا توني كروس الصيفية الكحلة والبيضة الآن البيضة الآن البيضة الآن البيضة الآن البيضة الآن الثاني 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 ما حبش يتيري والله ما حب ضيع أنس ما حبش يتيري لا حجة ولا أعذار أنا جداتي سجلها جداتي سجلها في هذه اللقطة ماذا ضيع أنس بون في المومون هذاك جور كنت بيرتوربي شوية وغاضني الحال كي رأيتها جداتي باش تدرك المربع وتهنينا وتأهلنا للمربع لكن مربع الذهب غالي غالي باش يسقام اليوم الصيف إيه سجل وهران في هذه اللقطة داني كارفاخال الآن تماس لليفربول ساماني ساديو ماني مودريتش عفوا الفينالدوم كورة الفينالدوم ماذا ضيع ليفربول تأخر برجة تأخر برجة تأخر من روبرتسون يلا يا روبرتسون يلا يا ماني يلا يا ماني ماني وزع فيرمينو خطأ لماني خطأ لماني واعرض اللقطة باش تكون معنا يلا يا حمراوة يلا يا حمراوة كورة 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 ليست بقيمة اللاعب المسجل كورة مودريتش مودريتش الآن يلا يا مودريتش يلا يا مودريتش الثاني الزاوية الجاي الثاني جاي الزاوية الجاي كاد يكون البونتو الثاني من فريق مدريد ماذا يفعل أنس باش نقلب مثل ما قلب أنس هذا اللقطة الكرة لتوني كروس هازار كرة للرياض كرة للرياض قلت بين أنس يبدع أنس يمتع أنس ماذا يفعل حقيقة حقيقة وليست خيال كرة افتراضية 100% أوكي هي افتراضية لكن أنس باش يرجعها واقعية ستوتافي داكور أنها افتراضية لكن أنس باش يرجعها واقعية كرة لازار يبدع أنس الثاني جاء مثل ما يقول تفسير أعلق وصفة يا أنس صورة تذكار جمي سوي غاتخابي وماركيت أن دوزيام بيوت سوء الحظ هنا تاعي سجلوا علي الهدف الثاني معنويا كان شوية صعيب مام في الخطه تاعي ما كانش معتمد عليك سجل هدف ثاني كنت داير فيه روحي في كونفونس باش نسجل هدف تعادل ماغري سا جو في دوني اونكور بلوس ان شاء الله ماغري الوقت اللي باقي لي غير شويه مي جيسبر والله شبا رايح المباراه اذا ودع وهران باش نودعوا منافسه قويه جدا 88 دقيقه لعب الان سنقول اللي قالوا وهران كانوا خفاف الظل علينا وعلى الحصه يغادروننا اليوم لكن لن نودع الخاسر سنرحب بالفايز سنرحب بالصيفية الصيفية اليوم كانوا أقوياء بعد خسارة القائد في أول مباراة ريمونتادا قوية من فريق الصيف فازوا المباراة الثانية والمباراة الثالثة
باش يتغير القائد. اعطيه الشارة الانس، اعطيه وخليه يقود الفريق. يلا يا فابينو، يلا من اجل الشرف. لا الشرف على الخاسر، 2-1. لحسن حظي، حظي نعم طبعا، سجلت هدف في الدقيقه الاخيره لحفظ الوجه كما نقولوا، باش ما نجيش انا يوم الماركي اوكان بيت ومودت انجست. وان شاء الله يا ربي معليش، منافس قوي جدا في لي ديرني مومون كيما احنا نقولوا. ان بيت هدف شرف، ان بيت دونور. نهايه اللقاء بين ليفربول وريال مدريد رسميا الان مشاهدينا الكرام، تأهل فريق سيف الى النصف النهائي. نروح لرياضيه كبيره. أنس اليوم أدهشنا، مستوى راقي ورائع، يعطيك الصحة. أنس في كلمة راك تهدد كاع المنافسين. أنا جايين ولا ما تديهاش؟ أنا جايين. أنا جايين. الحمد لله على الكاليفيكاسيون تاع اليوم، ربحت أنا وكاليفيت ليكيب. تسمى هذه فيكتوار لينا أكل، ميم سي أمير خسر ولا كون أنا خسرت. تسمى لي دو كا، فيكتوار ولا ديفات، اون اسيم كوم اون ايكيب. كيما كان الحال جور انس ربح الماتش تاعو، ستيش ان بو ديفيسيل دو ان، مي ربح لا سوبر بيان جيري. اكرم ثاني الحمد لله اون سي كاليفي. جو بونس الخساره تاعي اللي تخلي فيهم يربحوا. حسن مالوزمون كاين ربح وكاين خاسر، هذا هو لو جو، سي سا لو جو. نحن لعبنا ومدينا اللي عندنا، مي الله يبارك سي ان ادفيرسير اللي واصل وهذا اللي واصلوا. مانيش حاب نشوفك، مانيش حاب نشوف صحابك راهم خاسرين. نورمال كاين خاسر وكاين فايز. بيان سور كاين خاسر وكاين فايز، هذا هو لو جو، سي سا لو جو. والله مباراة قوية جدا، وان شاء الله يا ربي اذا اسعدنا الحظ نعاودوا نتلاقوا في فرصة أخرى ونلعب معاه ونلعب مع دوطخ جوار. هذه الخطرة أنا وخوتي شاركنا ودرنا اللي علينا باش نتشرفوا وهرا. ومازال رانا تاكلين على ليكيب تاع الصغار تاع وهران، ان شاء الله يزيدوا يشرفوها خير منا حنا. وسايتي ان بليزير باش نبانوا، او يكون اول ظهور لنا في برنامج ايكاب على شاشه الهدف. وبهذا البرنامج تعرفنا على فرق واحده اخرى وعلى ناس جزائر قوتنا ثاني، واللي باقيين ان شاء الله نتمنى لهم كل الحظ، واللي ما داوش العام الجاي ان شاء الله. حسام انس يعطيكم الصحه، تفضلوا معنا. يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام، رسميا اليوم تأهل الفريق الثاني إلى النصف النهائي بعد تأهل فريق أمبواقي في المواجهة الأولى. اليوم تأهل فريق سطيف. انتظرونا غدا إن شاء الله في ربع نهائي جديد اللي راح يجمع بين فريقي بومرداس وفريق الأول الجزائر العاصمة. انتظرونا على نفس القناة، قناة الهداف، نفس التوقيت. سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي.